هنتعلم من خلال الفيديو ده كيفية عمل الدوران لأي شكل، سواء خط أو شكل 2D أو شكل 3D في برنامج جوجل سكتش أب، من خلال تعلم أداة روتيت تول. علشان نوصل لأداة الروتيت تول عندنا طريقين. أول طريق عن طريق الأوامر العلوية، هنلاقي أداة الروتيت تول وده شكلها، أو عن طريق قائمة اللارج تول هنلاقي برضو أيقونة الروتيت تول موجودة بهذا الشكل. علشان أبتدي أفعل الأمر أضغط على أمر روتيت، هلاحظ إن شكل الأمر أصبح بيشبه أداة البوصلة بهذه الطريقة. طيب علشان أبتدي بقى أنفذ الأمر هعمل إيه؟ أول حاجة هختار الشكل اللي أنا عايز أعمله روتيت، وليكن أول حاجة عندنا اللاين، وأبتدي أضغط على الأداة. هلاقي زي ما قلنا شكل الأداة، شكل الماوس أصبح أشبه بالبوصلة. لما أقرب من الشكل هلاقي إن البوصلة لونها بالأزرق، ومعنى ذلك إن أنا هعمل روتيت حوالين محور زد. تمام. علشان أبتدي بقى أعمل روتيت، أعمل روتيت إزاي؟ البرنامج بيطلب مني نقطة البداية، أضغط كليك، وبيطلب مني النقطة اللي هبتدي أعمل دوران للشكل بتاعي من خلالها، وليكن هذه النقطة، أضغط كليك، أبتدي أحرك الماوس، هلاحظ إن الدوران بيتم بهذه الطريقة. آخر حاجة أضغط كليك آخر علشان أنهي الأمر. يبقى إذن ثلاث نقط، نقطة الأصل، النقطة اللي هلف منها، النقطة التالتة عشان أنهي الأمر. طيب أنا كده قدرت أعمل روتيت حوالين محور واي. طيب لو عايز أعمل روتيت حوالين محور إكس اللي هو اللون الأحمر ده، هعمل الكلام ده إزاي؟ هطبق الموضوع على شكل مستطيل 2D بهذه الطريقة. كمثال هختار المستطيل، أضغط على أمر روتيت، أبتدي أبقى موازي لمحور إكس بهذه الطريقة، أقرب من الشكل أبقى موازي عليه. أول ما أبتدي أقرب من النقطة، نقطة البداية، هلاحظ إن شكل الماوس أصبح باللون الأحمر. إذا كده أنا هقدر أعمل روتيت حوالين محور إكس. أبتدي أضغط النقطة الأولى وأختار النقطة اللي هلف منها، وأبتدي أحرك الماوس بهذه الطريقة، هلاقي الدوران حصل حوالين محور إكس. أضغط كليك عشان أنهي الأمر بهذه الطريقة. طيب لو عايز أعمل دوران حوالين محور واي، هروح للشكل الآخر، المستطيل الآخر ال2D ده، أبتدي برضو أختاره وأبتدي أفعل الأمر، وأبتدي ألف بالماوس لحد ما أبقى موازي لمحور واي. هلاحظ إن شكل الماوس أصبح باللون الأخضر. أبتدي أضغط نقطة البداية ونقطة النهاية اللي هلف منها، وأبتدي أعمل روتيت بهذه الطريقة، وأضغط كليك عشان أنهي الأمر. هلاحظ إن أنا قدرت أعمل روتيت حوالين محور واي. طبعا الخطوات دي على أي شكل، 2D أو 3D. جميل. طيب لو عايز أعمل روتيت لشكل 3D، هعمل روتيت ده روتيت لشكل 3D إزاي؟ أبتدي برضو أختار الشكل وأضغط على أمر روتيت، وابتدي لو عايز اعمل روتيت حوالين محور زد، اختار النقطة الاولى واختار النقطة الثانية، وابتدي اعمل روتيت بهذه الطريقة عادي جدا. طيب لو عايز اعمل حوالين محور واي، ابتدي زي ما قلنا اختار الشكل برضو، وابتدي اضغط على امر روتيت، واقرب من الفيس اللي هو عمودي على محور واي، وابتدي اختار النقطة الاولى واختار النقطة التانية، وابتدي الف بهذه الطريقة. كده انا عملت روتيت حوالين محور واي اللي هو اللي باللون الاخضر. طيب لو عايز اعمل روتيت للشكل ده حوالين محور اكس، اختار الشكل وابقى عمودي على محور اكس بهذه الطريقة، واضغط على امر روتيت، هلاحظ ان شكل الماوس باللون الاحمر. اختار النقطة الاولى واختار النقطة التانية واعمل الروتيت بتاعي عادي بهذه الطريقة. جميل. طيب لو عايز بقى اتحكم في الزاوية بتاعة الدوران، اعمل الكلام ده ازاي؟ هروح لي قائمة ويندو، اختار موديل انفو، هيتفتح لي مربع بهذه الطريقة. هلاقي في الاسفل كده حاجة اسمها انيبل انجل سنابينج، هلاقيها متظبطة على 15 درجة. ممكن اغيرها بهذه الطريقة زي ما انا عايز، وليكن هخليه على 30 واعمل اسكيب بهذه الطريقة. طيب
لو حبيت اعمل دوران للشكل اللي قدامي ده في اتجاه اي اتجاه، ولكن بنسخة، يعني اعمل دوران للشكل، الشكل ده يفضل موجود واعمل نسخة منه. اختار الشكل، اختار امر الدوران، هحدد الاتجاه اللي انا هعمل دوران منه، وليكن المحور واي، اختار النقطة الاولى، اختار النقطة الثانية، واضغط مفتاح كنترول والف بهذه الطريقة الزاوية اللي انا عايزها بهذه الطريقة، واضغط كليك عشان اطلع من الامر. يبقى انا كده قدرت اعمل دوران للشكل مع الاحتفاظ بالاصل، وخدت منه نسخة هي اللي لفت معايا. طيب لو عايز اعمل الكلام ده على محور اكس، اختار الشكل، اختار امر روتيت، وابتدي اروح في الاتجاه بتاع العمود على المحور اكس، اختار النقطة الاولى، النقطة الثانية، كنترول والف، وابتدي اختار الزاوية بهذه الطريقة. يبقى اذا اقدر اعمل كتل من خلال امر روتيت. طيب نفس الكلام لو حوالين محور واي، نفس الكلام على الشكل ده ممكن اطبقه، اختار الشكل، اختار امر روتيت، ابتدي اظبط الماوس على محور زد، النقطة الأولى، النقطة الثانية، ابتدي اعمل ادوس كنترول اول، كنترول، وابتدي الف بهذه الطريقة. هاخد الشكل ده موف كده عشان هنطبق عليه تكنيك اخر بهذه الطريقة. لو عايز اعمل دوران للشكل اللي قدامي، ولكن عايز اخد منه اكثر من نسخة حوالين زاوية معينة، اعمل الكلام ده ازاي؟ هختار امر روتيت، وهختار نقطة الاصل وليكن هنا، وابتدي اروح اختار النقطة اللي هلف منها، وادوس مفتاح كنترول، وابتدي اسحب، وليكن هخلي النسخة دي على زاوية 30، واضغط كليك، واضغط كليك. لو عايز نسخ اخرى هختار مفتاح اكس، وادخل الرقم او العدد اللي انا عايزه وليكن 10، انتر. هتلاحظ ان انا قدرت اعمل نسخ حوالين زاوية معينة بالعدد اللي انا محتاجه. دي الطريقة الاولى. الطريقة التانية لو عندي الشكل ده اخترته، اعمله موف بس كده بعيد. اخر حاجة لو عندي الشكل ده وعايز اعمل برضو دوران بنسخ بس ما بين مسافة معينة، هختار الشكل واختار امر روتيت، وليكن دي نقطة الاصل بتاعتي، اروح اختار النقطة اللي هلف منها مع كنترول واسحب عشان اخد نسخة وليكن لحد هذه المسافة، اضغط كليك شيفت مع حرف الميم، وادخل العدد اللي انا عايزه وليكن عايز 10، انتر. هتلاقي ان البرنامج او الامر نفذ الروتيت بتاعه حوالين المسافة ما بين الاصل والنسخة اللي انا كنت واخدها. لو عايز انهي الامر بضغط اسكيب او كليك. لو عايز اخر حاجة هنتكلم عنها، هو ينفع اعمل دوران للاين من الشكل اللي قدامي؟ اه ينفع. اختار الخط واقول له روتيت، اختار النقطة الاولى، النقطة الثانية، وابتدي اعمل روتيت بتاعي عادي جدا. طيب ينفع اعمل دوران لفيس؟ ينفع. اختار الفيس واقول له روتيت، واختار النقطة الاولى، النقطة الثانية، واعمل الدوران بتاعي للفيس اللي قدامي بهذه الطريقة. هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا. يا رب يكون مفيد محاضراتكم، ويكون قدم الإضافة وتكنيكات مختلفة ليك من خلال الفيديو. أشكركم، إلى أن نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.